عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا نحضروا طاجين بالكفته ديال السرديل ديال الحوت بواحد الطريقه اللي ساهله. غادي ناخذوا البصله نقطعوها هكذا باش نطحنوها. ممكن تقطعوها هكذا طريفات صغار غير بالموس. هاي طحنات لينا البصله على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. ممكن تقطعوا غير بيديكم. غادي ناخذ الطاجين نوضعوا فيه الزيت ونضعوا فيه، نضيفوا ديك البصله اللي قطعنا. نخليوها حتى تشحر مزيان وتقلى لينا في هذا الزيت. غادي نسدو على الطاجين ونخليوها. خلينا البصله ديالنا كتشحر، ندوزو دابا ناخذو مطيشه طماطم حتى هي نطحنوها. ممكن تحكوها بالحكاكه. نسيت ما قلتش لكم بانني درت فيها جوج فصوص ديال الثوم حتى هي طحنتهم مع مطيشه. غناخذ جوج فلفلات حتى هما غادي نقطعهم طريفات صغار. هاي الفلفله قطعتها طريفات صغار كيف ما كتلاحظوا. لا الطاجين ديالنا البصله ديالنا تشحرات. غادي نضيفوا على هذيك الفلفله اللي قطعنا. ديرها حتى يتشحر معاه. حتى هي نخليوها نسدو عليها نخليوها تشحر واحد شويه. ودابا غادي نضيفو مطيشه اللي طحنا طماطم. غادي نضيفو دابا التوابل، نضيفو الفلفل الأحمر، نضيفو الكركم، نضيفو الحار اختياري اللي ما بغاش ما يديروش.
نضيفوا معلقه صغيره ديال الكمون، واحد نصف معلقه راس المعلقه ديال الفلفل الاسود ابزار، كلشي نخلطوا كلشي مزيان. غادي نسدو عليه نخليوه يطيب. انا خديت السرد ديالو نقيته وطحنته كما كتلاحظوا. دابا غنضيف عليه التوابل كما ضفت على الطاجين، نفس التوابل. غنضيف واحد شويه الملح، غير شويه ما نكثروش، حيت غادي نضيفو مازال. غنضيفو الحامض مصير راه مالح، والهريسه مالحه، ما نكثروش الملح، نضيفو غير شويه. غنضيف الكمون، فلفل الاسود الابزار، فلفل الحار، واحد راس المعلقه ديال السكينجبير. غادي نعصر عليه واحد شويه الحامض، صافي. ونمزجو كلشي مزيان، نخلطوه باش تشرب لينا ديك التوابل. اللي ما كياكلش الكفته ديال السردين يديرها بهذه الطريقه، غادي يولي ياكلها، كتجي لذيذه. نحلو عليه، نضيفو ليه ورق الغار، ورق سيدنا موسى، غادي نضيفو واحد نص كاس ديال الماء، جهد اللي طيب لينا فيها ديك الكفته. ممكن تضيفوا حتى معلقه ديال مركز الطماطم، انا ما درتهاش، ممكن تضيفوها. نخليوها حتى تبدا تغلى، نشوفها بدات كتغلي. هذا باش نديرو، نبداو نكوروا ديك الكفته ديالنا. باش تبدا ملي كتغلى كتبدا ديك الكفته تقبط فراسها، ما كتشتتش لينا. غنبقى مستمره بهذا الشكل هذا، غادي نستمر ونتلاقى. غنضيفو الحامض مصير، غنضيفو فليفلات حارين، غادي نضيفو الربيع ومعدنوس، قزبر ومعدنوس.
دابا غادي نسدو عليه ونخليوه يطيب على خاطرو، العافيه تكون مهيله. ها الطاجين ديالنا طاب من بعد ما طفينا عليه، شرب لينا ديك المريقه كامله. وبالصحه والراحه، هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا كما كتشوفوا. وبالصحة والراحة.